ايوه فندم. الوضع الامني ما قبل 30 يونيو، واحنا استطلعنا اراء بعض المواطنين اللي تحدثوا او بعض الحديث من قبل بعضهم كان مرتبط بالوضع الامني ما بعد ثوره 25 يناير وصولا ل 30 يونيو وما تلاها. قياس الوضع الامني في المرحله الراهنه بالمرحله التي كنا فيها. هو حضرتك مش وضع امني بس، ده وضع امني واقتصادي وكل حاجه. يعني حضرتك في احنا كنا نروح لاي محطه بنزين عشان تمول عربيتك، احنا كنا ننزل الساعه 1 بالليل عشان نمولها 6 الصبح، واي محطه تخشها تلاقيهم حاطين يافطه لا يوجد بنزين. ده من ناحيه الكهرباء اللي كانت بتتقطع، الكلام ده كله. حضرتك انت خارج الشارع بتاعك ما كنتش مؤمن، خارج الشارع مش خارج المنطقه، خارج الشارع. وحضرتك طبعا شفنا الناس بتقطع طرق، شفنا العصابات، شفنا اللي بيضرب، شفنا اللي بيكسر ابواب. ويمكن حضرتك لاحظت ان معظم مصر كلها ركبت ابواب حديد على العمارات لان ما كانش في امن خالص. ولكن الحمد لله بعد 30/6 حضرتك على ما اعتقد المشروعات اللي موجوده الكبيره زي مشروعات الطرق وقناه السويس الجديده ومشروعات الانفاق الجديده اللي بتتعمل، مشروعات الثروه السمكيه، مشروعات الثروه الحيوانيه، كل الكلام ده حضرتك دي بيزود في الاقتصاد. واحنا الحمد لله على ما اعتقد احنا حضرتك جايين من على الطريق دلوقتي الدايري كله امان، وما كانش حد يقدر يمشي عليه الاول. فالحمد لله الوضع الامني بعد 30/6 يعني نقول كانت الدوله شبه مخطوفه ورجعت تاني لصاحبها، يعني رجعت لاهلها تاني الدوله. فالحمد لله يعني الوضع الامني مستقر دلوقتي احسن بكتير طبعا، وربنا ينصر جنود نفسينا شرطه وجيش ويرحم الشهداء كلهم ولادنا اللي استشهدوا. اللي هو حضرتك فقدت احد ابنائك وعلى ما يبدو فزميله اللي كان معاه في المأموريه ايضا حضرتك كنت على علم بيه لانك بتتكلم عن اسمه وكانه احد اصدقائه يعني. هو الشهيد محمد وهب حضرتك. طيب احنا فقدنا عدد كبير من شهداء الشرطه وشهداء القوات المسلحه، استهدافات في قلب القاهره وبعض العمليات الجاريه في سيناء، الاقبال شديد من قبل حتى طلبه الثانويه العامه بعد انتهاء امتحاناتهم بالتوجه للتقديم في القوات المسلحة في الكليات العسكرية أو في كلية الشرطة. حجم الإقبال الحاصل برغم حجم الأرواح اللي حصدت في هذه التواريخ هل له دلالة بالنسبة لحضرتك؟ هو حضرتك اللي بيقدم في كلية الشرطة حضرتك أو الكلية الحربية أو أي كلية عسكرية بيكون عنده عقيدة حضرتك الدفاع عن الوطن، هو مش راح يتفسح. هو واحد شاب عايز يقدم في كلية عسكرية بيؤهل تأهيل محترم على جميع انواع السلاح، على المهارات المعينه ان هو يتعامل مع الناس ازاي سواء في الشرطه او قوات مسلحه، وبالتالي هو حضرتك عنده عقيده اللي هو الشهاده او النصر، فهو مش راح يتفسح او يقعد على مكتب، لا ده فعلا واحد بيتقنوا مهاراته ويغرزوا فيه العقيده ان هو يدافع عن وطنه والولاء للوطن الاول والاخير. وبالتالي حضرتك لما واحد بيستشهد يمكن حضرتك لو دخلت على الموقع بتاع ابني هتلاقيه بيقول واحد زميله استشهد فبيقول احنا ما بنخافش. بالاول ان هو كان يخاف مثلا لو راجل ما عندوش عقيده للدفاع عن وطنه كان يقول لا انا امشي. فلا هو حضرتك رغم الاستشهاد بيقول رغم ان بدات اختلاط في ضباط الشرطه الا ان احنا ما بنخافش. ويمكن حضرتك شفت على صفحته ان هو بيقول يا رب اذا حضرتني الوفاه فسخر من يلقني الشهادتين. يعني هو عنده ايمان وعنده عقيده، وعلى ما اعتقد حضرتك كل ولادنا في القوات المسلحه وفي الشرطه عندهم هذه العقيده الموجوده في جواهم. هي المساله غريبه حتى على السلوك الانساني، يعني ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فطبيعه النفس البشريه نفسها بتستصعب امر القتال وبتجده ثقيل على نفسها. لكن حتى مع انطلاق العمليه سيناء 2018 لما تابعنا بعض الفيديوهات كان في بعض المجندين فترات خدمتهم بتنتهي في مارس لكنهم مصرين اذا امكن ان يستكملوا مهمتهم في سيناء. المساله يمكن تفسيرها ازاي يا سيادة؟ بص يا فندم، هو كل واحد دخل القوات المسلحة أو الشرطة وتحط في هذا الموقف حضرتك هتلاقي أسد بيدافع عن الوطن، عمره ما هيسيب المكان اللي فيه ولا أرض المعركة وينسحب منها. هو حضرتك بيدافع وهيكمل. يمكن حضرتك زي ما سعادتك ذكرت إن في بعض الجنود اللي هم يعني خدمته انتهت اللي هي فترة التجنيد الإلزامية انتهت، ولكن هم أصروا إن هم يقعدوا، وبالتالي دي حضرتك تعرف مدى الولاء والعقيده عند الشباب دي ان هم يدافعوا عن وطنهم. وفي الاول وفي الاخر اذا كان في واحد بيستشهد حضرتك عشان الوطن يبقى يقوم ويطلع قدام، وان شاء الله مصر هترجع تاني، وهي رجعت على ما اعتقد يعني رجعت كتير قوي وبقت متقدمه جامد. واحنا لو بصينا على الدول اللي حوالينا حضرتك العراق، ليبيا، سوريا، نشوف اليمن، نشوف هم فين واحنا فين. احنا كويس لاقيين حضرتك الامن والامان والحاله الاقتصاديه كويسه والحمد لله على كل حال.